استاذ شهدي، بالنسبه لاكو مواطن لحد الان جاي تردنا تساؤلات انه لحد الان اي باحث ما واصل، فريدك ترد عليه شنو الرقم اللي يتواصلون عليه؟ رقم صراحه قبل رقم الشكاوى انه الباحث الميداني مخصص الى حصه تتراوح بين 100 الى 150 130 140 اسره وليس مبنى. احتمال هي 200 مبنى لكنه من ضمنها مباني تجاريه، فالمجموع اللي عنده من الاسر 119 120 اسره. فيبدي صبيحة هذا اليوم بالمبنى رقم 1 المخصص له، إلى نهاية المساء يوصل إلى المبنى رقم 50 أو 60. ما تبقى يبدي بها يوم غدا صباحا وينهيها مساء يوم غدا، فبالتالي الباحث الميداني سيصل تباعا إلى كافة الأسر. نجي للرقم الشكاوي، هو رقم مخصص لمركز الاتصالات الموجود في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. الرقم عبارة عن رقم مجاني 567، يتصل به المواطن، اتصلوا به مواطنين 24 ساعة، اتصلوا مواطنين من البصرة ومجاني، وسجلوا أسماءهم وتصل للشكاوي تباعا من قبل المركز، من قبل المركز، ونرسل إلى فريق مباشر للمنزل ويتم تسجيل هذه المنازل.